ما تقلقش يا فندم، انا عندي حل بس كنت شايله للاخر. مين حل؟ خطه 8 ها؟ بعد اذنك يا ريس. بيقول لك ايه؟ قال لي خطه 8 يا فندم. هل يعني فلح في السبعه اللي قبلهم؟ الاخبار عندك ازاي يا غيرم؟ الوضع عندي زي الزفت يا دكتور. الرجل العنابي ما جاش لحد دلوقتي وانا شاكك انه ممكن ما يلحقش القنبله. ده يبقى بيتنا اتخرب وبيت اهالينا كمان يا بيرم. اللي عايز اعرفه منك دلوقتي ايه مدى خطوره القنابل الجرثوميه وتركيبها كيميائي عامل ازاي؟ الحقيقه هو تكوين كيميائي معقد جدا، بس انا اعتقد ان هو ما بيختلفش من قنبله للتانيه، الا بقى لو اللي عاملها خبير كيميائي محترف فممكن يضيف لها من ربع لنص معلقه مربى التين، لأن المربى التين بتحافظ على نشاط وحيوية الجراثيم في القنبلة. ولو مش محترف؟ لو مش محترف بقى ممكن يضيف لها معلقة مربى جزر بالبرتقال، لأنها بتدي تقريبا نفس النتيجة. معنى كده إن المخلل ممكن يبطل مفعول القنبلة؟ الجزر إنما للأسف اللفت لا. الجزر واللفت لا، الجزر واللفت لا. كلامنا كده يا دكتور ان احنا لازم نخلل نهر النيل بالكامل من الحبشه لحد البحر المتوسط، وده طبعا مستحيل في الوقت الراهن. انا معاك، بس لو قدرت تركز اكبر كميه من المخلل وتحطها في المكان اللي هيترمي فيها القنبله ده هيبطل مفعولها او على الاقل هيبطئه. ايه ده؟ ايه يا وليه انت كنت مجنونه ولا ايه؟ وقعتي يا حلو وما حدش سمع عليك، بقيت فاطمه بقيت مظبوطه عادي. انت يا وليه انت؟ ايه؟ هنقول هوبا استعداد على النط في الميه ها؟ بتعمل ايه يا تشير؟ هما دول اللي هيلحقوا القنبله؟ يا فندم دول براعم نادي الشمس تحت 12 سنه. الولاد قلعوا ونزلوا ميه ابطال الجمهوريه حره وفراشه. ودول بنات الباليه المائي بيعملوا تشكيلات يا فندم رائعه، انا شخصيا براهن عليهم. العيال دي تروح حالا يا فندم، اديني فرصتي. ما العيال دي تروح حالا بدل ما اديك فرصتك وروحك معاهم. حاضر يا فندم. نقيب تأشير فهمي، اجمع لي اولياء الامور من على القهوه. بيرم انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشارك، جاي اشارك زي اي مواطن مصري بيحب البلد دي. اصيل يا بيرم. هتشارك ازاي ان شاء الله؟ هتتبرع بدمك؟ لا مش هتبرع بدمي، انا عندي فكره نقدر نبطئ بيها مفعول القنبله. وهتبطئها لحد امتى؟ لحد ما الفرج يجي لنا من فوق، بس على الله ما يتاخرش اكتر من كده. هو مين اللي ما يتاخرش؟ ها؟ الفرج. يا ولية خرجيني من هنا، البلد هتضيع. اسكت انت. طب يا ست ممكن نخرجه يلعب معانا وندخله تاني؟ لا يا حبيبتي ما ينفعش، وخرجناه هيشيل، احنا كده لعبيه هو في العشه. طب ينفع يا ست ينزل ينام معانا تحت في الاوضه؟ برضه ما ينفعش يا حبيبتي، خلي ريحه الشقه نتني. يا ولية انت ماسكه النبره، انسان زيك اهو بتكلم عادي. طب ما البغبغان بيتكلم عادي. انتوا ما عندكوش تلفزيون؟ انا الرجل العناب، انتوا ما تعرفونيش. احكي لكل اصحابي ان احنا مربينا الرجل العنابي فوق السطح. بس لو عطلكوا على المذاكرة أنا هسربه، ولو جبتوا مجموع كويس أنا هجيب لكم كلب معاه. هاي! إيه ده؟ أنا مش قايل لفت لا؟ أنا مش قايل لفت لا؟ إهدى يا بيرم، إهدى، إهدى. إهدى إيه؟ نضيع بقى بقية اليوم نقعد ننقي اللفت من قلب البراميل. إيه حرقة الدم دي؟ اتفضلوا. اللفت يترمي في الزبالة، وبقية المخلل يترمي في النقطة اللي قلت عليها في النيل. يا رب كلامي يتسمع. ايه نتحاسب يا ريس. كام برميل دول؟ دول 20 برميل في كل عربيه، يعني كلهم 80 برميل. إيه 80 برميل. إيه الواد ده بيخم، هم 76 برميل. انت متاكد؟ انا عددهم ومصورهم برميل برميل. لا مش مشكله خالص، متاكد. ها 80 برميل. ها 80 يا انت بتخنصر يالا، فاكرني مش هعد وراك؟ ده النقيب تيسير فاهم يالا. والله ابدا يا باشا، وانا هخنصر ليه؟ الحاجه دي اصلا مدفوع حسابها، والحاج التابع قال لنا محدش ياخد فلوس من حد، وقال لنا لو ما وقفتوش جنب مصر دلوقتي هتقفوا جنبيها امتى؟
ورخت بولادك يا مصر، ورخت بولادك. صحيح ام الدنيا. استنى دي حاجة. لا 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 والله العظيم والله العظيم الحاج التبعي روحني فيها والله. ماشي سلام عليكم. متشكرين يا اسطى، وسلم لنا على الحاج بشير التبعي قوي. يوصل يا باشا. بقول لك يا ريس، كان في 2 طعميه و2 بطاطس طحينه بس. اه موجودين يا ريس. آه موجودين. اتفضل. شكرا يا باشا. تعالى كل بقى بقى. يلا انا هوريكم تاكلوه ازاي، وبعد كده انتوا تاكلوه بنفسكم. هما دول الخمس دقايق يا عصفور؟ تعالى بسرعه اشوف المصيبه اللي هنا. المصيبه هنا يا دكتور، في وليه خرفانه حبساني في عشه فراخ وفاكره ان انا مش بني ادم. اتصرف اعمل اي حاجه، فاضل 5 دقايق ونضيع كلنا. يعني انا عليها المسك واكشف لها عن هويتي؟ لا اعمل اي حاجه الا كده، بس بسرعه يا عصفور. اي حاجه اي حاجه اي حاجه، بس انجز يا عصفور. ورجعنا لكم ومكملين، ومعانا دلوقتي احد رجال الشرطه عشان يقول لنا رايه في الاحداث الجاريه. الاستاذ ابص فين الاول؟ اهي تيسير فهمي. تيسير فهمي، حضرتك احنا بنعمل برنامج تلفزيوني مش مسلسل. انا النقيب تيسير فهمي. اه وطبعا النهارده كنا على شفا كارثه مروعه، والحمد لله قدرنا ان احنا نقبض على الحوفي والعقرب اللي مشرف اهو قدامكم، والحمد لله اليوم عدى على خير الحمد لله رب. طب وهل تدخل الرجل العنابي في الانقاذ هل ده يؤثر على دور رجال الشرطه في مصر النهارده؟ لا يا فندم خالص، يعني الشرطه بخير طبعا وزي الفل، بس هتندهشي يا انسه سلوى. سلمى حضرتك. هتندهش يا انسه سلمى لما تعرفي ان انا رجل شرطه ابلغت بنفسي عن الكارثه لوسائل الاعلام، وان انا اللي نشدت في التلفزيونات تدخل الرجل العنابي لانقاذ البلد، لان انا في وقت من الاوقات حسيت ان فعلا الكارثه اكبر من امكانياتنا كجهاز شرطه. طيب نشكر حضرتك. اعرف هيتذاع امتى مثلا. طب نشكر حضرتك بعد